اهلا بكم في ملعب سان جاكوبس بارك. مانشستر يونايتد كريستال بالاس. المعلق الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم وانقل لكم احداث هذه المباراه. التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. ركلة البداية، كرة طولية إلى الأمام، يفعل الدفاع ما في الإمكان ويبعدها إلى بر الأمام. فرصة إحراز هدف، يواصل الحارس تألقه، يوجه تسويبة قوية، تصدي رائع من الحارس، تصرف رائع منه هناك، هذا تصدي مدهش للكرة. جيمس ماكارتي يمررها إلى يمينه. تغيير اللعب على الرواق. زها أحسن بالتحرك إلى الكرة البينية لكن لم يتمكن من تسديدها. تسديدها إلى المرمى. ماتيتش ابعدي يا كرة وانتهي يا خطورة. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كافاني يتحرك إلى الأمام، تمريرة بذكاء، كرة تعدي، جول! كرة مثالية في أروع اللحظات الكروية، حققت النهاية الخيالية. من بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. مامادو ساكو يلعب كرة إلى اليسار، يلعبها توريا، هل يمكنه التسجيل؟ جيمس ماكارتي أظهر رغبة كبيرة في الحصول على الكرة لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. جيمس ماكارتي يلعب كرة إلى الأمام، ها هو جوردان أيو، يحاول لعب كرة بينية غدارة، يقرر لعب كرة نحو خط الوسط، وضع قدمه وتدخل ناجح منه، الكرة للأمام، والكرة ملعوبة إلى الأمام، توسيع على الرواق. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. جيمس ماكارتي يعود بالكرة إلى الخلف لبناء اللعب من جديد. بوجبا كرة طولية في المساحة الخالية، كرة خطيرة نحو الأمام، فكرة ممتازة بتنفيذ غير مثالي. جيمس ماكارتي والكرة للمنطقة الأمامية. كيلي يلعب كرة طولية. جيمس ماكارتي كرة طولية إلى الأمام،
يقرر التسديد واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. كان التفاهم رائع وكان بينهما توارد خواطر مثالي لتحديد توقيت تحرك اللاعبين. تعود النتيجة إلى نقطة البداية بهذا التعادل. ويوزع من جديد. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. كرة طولية من الحارس. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. كرة مقطوعة بامتياز. يتحرك إلى الأمام. توزيع إلى الأمام. يرسل. الحكم يعلن القرار بنهاية نصف المشوار. الفريقان في مستوى متقارب كثيرا، والنتيجة هدف لكل فريق. كريستال بالاس يأتي دوره ليركل ركلة البداية لباقي الحكاية. كيلي يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. يلعبها طولية. جيمس ماكارتي. كرة على الأطراف. والكرة إلى خارج المنطقة. يبحث عن زميله. جيمس ماكارتي خلق فرصة استفاد منها الفريق. كرة طولية إلى الجناح. وزع الكرة. الدفاع في المكان لإبعاد الكرة. يحاول تمريرها عبر الدفاع. يحاول فك دفاعات المنافس. أمامه فرصة التسجيل. يرفع يده للاعبين طالبا السماح. فنية كانت أفضل مما كان، لكن لابد من الإتقان في قادم الأحيان. مانشستر يونايتد لا يستخدم دكة اللاعبين. كرة على الرواق. مرت الكرة. كرة عرضية. إمكانية التصويب. ها هي التسديدة. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. كايل يوزع كرة على اليسار. كرة طولية في المساحة الخالية. مهارة كبيرة. يمد قدمه ويقطع الكرة. مخالفة واضحة وركلة حرة يحتسبها الحكم. ربما كان يستحق البطاقة، لكن الحكم اختار الجانب السلمي في التحضير.
لم يخاطر على الإطلاق، قام بالدورة الدفاعية على أكمل وجه، دفاع جيد جدا. يلعبها طولية، كرة طولية مثالية نحو الهجوم. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. عدت الكرة، يحاول أن يلعبها بينية، تعرض للإعاقة والصافرة مدوية. اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف، مامادو ساكو. يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي، واللاعب في وضعية ممتازة ليمنع الكرة. كيلي، كايل، وترجع الكرة إلى الحارس. مامادو ساكو لم يتحدد الفائز بعد 90 دقيقة من اللعب، لذا ستكتمل المباراة بالوقت الإضافي. الفريقان انتهجا مبدأ الأمان وتجنب تلقي الأهداف، والجمهور الحاضر لم تعجبه المباراة. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ولم تكن 90 دقيقة كافية لتحديد الفائز، ولذلك سنلجأ إلى الوقت الإضافي.